إنها الذنوب والمعاصي ضيقت القلوب. لو كانت القلوب متطهرة دائمة التطهر لما شبعت من القرآن، ولما تضجرت من القرآن، ولأصبح القرآن ربيعا لها. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من القرآن. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: إذا رأيت الرجل ذوقه وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وإلى سماع الألحان دون سماع القرآن، فإن هذا من أعظم الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله ومحبة كلامه.